بعد حكمين قضائيين متتاليين بتصنيف حركة حماس وجناحها العسكري كتائب القسام منظمتين إرهابيتين، ألغت محكمة مصرية الحكم السابق الخاص بحركة حماس دون الإشارة لجناحها العسكري. الحكم صدر في استئناف تقدمت به الحكومة المصرية في إجراء له دلالات سياسية. الحكومة المصرية بتبحث عن المصالحة الفلسطينية أولا بين الأطراف الفلسطينية ما بين حماس وبين فتح، وبالتالي هي تراعي أن حماس إذا صنفت كحركة إرهابية سيكون هناك صعوبة عربية وصعوبة دولية في التعامل معها. ووفق مراقبين لن يخفف الحكم الجديد توتر علاقات حماس بالنظام المصري الجديد منذ سقوط حكم الإخوان، فعشرات العناصر الهاربة من حماس إلى جانب قيادات الإخوان تنتظرهم أحكام متوقعة بالإعدام منتصف الشهر الجاري في قضية اقتحام السجون إبان ثورة يناير. كل الناس عارفة ان يعني حماس هو جزء من الاخوان، والاخوان هي جزء من حماس، وهم الحقيقة مكملين لبعض على الضرب وعلى التفكير وعلى المعتقدات وعلى ايضا التصرف والفعل، فدي شواهد كلها بتقول انه في يد لحماس طبعا موجودة. وفي ملف متصل، بدأت الحكومة المصرية تنفيذ المرحلة الثالثة من المنطقة العازلة بطول الحدود المصرية مع قطاع غزة ليصل عمقها إلى 1500 متر للقضاء على أنفاق تهريب السلاح والإرهابيين. في التطورات الميدانية أيضا، نجح الجيش المصري خلال الأيام الثلاثة الماضية فقط في تصفية 29 إرهابيا من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس الذي أعدم 6 من عناصره أعلنوا توبتهم وانفصالهم عن التنظيم. هشام مهران، MTV، القاهرة.